صباح الخير. صباح الخير غادة. اليوم ويك اند وكلهم عم يحضرونا وناطرين حتى نشوف شو عنا ايتمز جداد نقدر نستفيد منهم، ودائما في هيك اوفرات. هيدي اللي قبل الساعة واحدة انا كثير بحبها. بس اليوم ما في، اليوم ما في قبل الساعة واحدة، بس اكيد بيقدروا يتصلوا ويحصلوا على كل هالاشياء الحلوة. خبرينا من وين نبلش اليوم؟ بدنا نحكي عن اليوفي الترا فاك وعن ليما اونجليا اللي هن مبارد من ازاز وعن الايرول اون. اوكي هلا اليوفي الترا فاك حكينا عنها من قبل، بس نحن دائما بدنا نرجع نجدد نذكر المشاهدين عنها. هيدي مثل هوفر، بس هي بتشتغل كثير اكثر من هوفر، يعني هي بتشتغل على اليوفي لايت، على الضوء يلي هو بيقضي على كل الجيرمز يلي العين المجرده ما فينا نشوفها، يلي هن كثير صغار. اوكي هلا هي يعني وين واحد في يستفيد منها؟ هيدي سيستما ليكي، نحن بنقضي ثلث حياتنا نايمين. اوكي هلا الشغله فيها انه في كثير بيد باجز ومايتس صغار يلي هن حشرات كثير كثير صغيره، هيدي بتنمى عاده بالتخوته بالفرشات يلي خاصه يلي منا كثير جديده، يعني بالمخديات، يعني نتعجب لنعرف انه بالتخت عنا ممكن نلاقي 2 مليون بيد باجز او مايتس وما في مجال نقدر نعرف انه موجودين. هلا ياما ايام ممنوعه على بكره عم نعطس كثير او عنا الرجي بعيوننا عم نحفهم او بنحس انه مزكمين راسنا عم بيجعنا، هي بتصير مش مره هيك، بتكون على فتره ورا بعضهم، بنفكر انه معنا الرجي او على التأس او انه مكسر جسمنا، بيكون في عنا منهم هول مليان التخت منهم ونحن ما فينا نشوفهم ما فينا نعرف انهم موجودين. بقى اليوفي فاك بتشتغل هيدي وقتها مندورها في عندها ثلاث اجرين هون وكبستين، الضوء ما بيدور غير ما يكونوا كومبليتلي مكبوسين على الارض. اوكي هلا في هيدي المرايه هون يلي موجوده، الضوء هيدا اللي بيعطي اليوفي لايت، هيدا اللي بيقضي على كل هال، هيدا اليوفي لايت هو بيستعملوه بالمستشفيات ليقضوا على كل البكتيريا. هيدا موجود هون بيسحب بيشفط كل الحشرات الصغار اللي ما بنشوفها وبيقضي على الحمض النووي اللي هو الدي ان اي تبع المايتس والباد باجز، بيقتلهم وبيقضي على البيض الصغير تبعهم يلي بخليهم يفقسوا ويتكاثروا. اوكي هلا غير عن هيك نحن بنعرف كمان انه مخدياتنا اذا صار لهم اكثر من سنتين وقت بيجمع كثير فيهم اوقات مثل ما قلنا هول الحشرات الصغار، بالاضافه الى اوقات الريق تبعنا بلا ما نحس بالليل او اذا في شيء رطب او شيء العرق، هيدا كله بيجمع بيعمل مثل عفن كمان ما بنشوفه. هلا نحن بنقبع الشراشف وبننظف الفرشات وهيدا كله، بس في اوقات الفرشه مثل ما هي ما فينا نغسلها، او المخده يلي بنقيم وجهها هي ما فينا نغسلها وقت بنشمسها برا، هيدي اذا استعملت عليهم بتقضي على كل الجراثيم، يعني هيدي لازم نستعملها مره كل جمعتين، او هي على طول بنخلي مجدده ونظيفه وما بنخليهم يتكاثروا، بنقضي عليهم مره ورا مره، وهي بتقضي على 99% منهم. من هالاشياء اللي ذكرناها كلها هيدي مزبوط، وبتسحب هالرطوبه والعفونه اللي ذكرتيها كمان كله، الرطوبه، العفونه، الغبره، الاكاريان، هيدا كله يلي بيسبب الرجيز، هيدي بتقتلهم، مش بس بتشفطهم، بتقتلهم يعني المفروض انه مع الضوء كمان يكون عندها قوه سحب، عندها قوه شفط كثير قويه. بدي اجرب بس دورها هلا لنشوف كثير، اذا بنحس الهواء هون اذا بنطلع في الهواء تبعها قوه شفط كثير قويه. هلا لفرجي شوي كيف تشتغل هيدي السيستما، بتنفك بهالطريقه، في زر هون بينكبس، في هيدي الفلتر جوا يلي هي من وراها لها هيدي الفلتر معموله من كثير طبقات هون، هيدي يلي بتشفطهم وبتلزقهم هون، بتعلق كل الجيرمز والاشياء بيعلقوا هون، وفيها فرشايه صغيره وقتها بدنا ننظفها فينا نقيمهم بقلب مي مع ديتول او على الهواء الطلق، ما بنشوفهم، المهم ينقضوا مزبوط، بيتنظف بهالطريقه وبيرجع بيتفوت الفلتر
يعني بتتفوت فلتر واحد. هي هي ما في محل ثاني تتنظف؟ لا هي هي كثير براتيك وبيبينوا كلهم بيتنظفوا بهيدي الفرشايه. هلا غير عن هيك فينا نحن نستعملها مش بس على الفرشات والمخدات، فينا نستعملها فيها تتحول هاي تصير هوفر كمان. هاي المسكه يلي فيها براتيك كثير، يعني اذا بدنا ننزلها تحت طاوله واطيه ما فينا نفوت ولا مكنسه ولا هوفر، بتتحرك المسكه وبتعلى بكل الاتجاهات وبترجع في لها زر بهالطريقه عليها تنكبس تتسكر كومبليتلي تنضب. وزنها خفيفة وهي غير عن هيك فينا نستعملها على البرادة. في كتير ايام ما فينا نفكفكهم ناخذهم على المصبغة وبيجمعوا بيحملوا غبرة طبعا، من مشي عليهم بهالطريقة بتسحب كتير منيح وبتشفط. هلا في اوقات في عنا هيدا التيوب هون، هيدا للزوايا اذا بدنا زوايا البواب الالومنيوم ران الحيطان او شيء، كمان كتير سهلة طريقة تفويتها. نبرمها بهالطريقه هون، في عنا هيدا الرو هيدا الخط هون بتنقم، وفي هيدا السكوير يلي هون بيتفوت ديركت بيفوت على محل الشفط. يا حيي خلصت بهالطريقه نحن لانها صغيره وبراتيك بنحملها وبنشفط محل ما بدنا، بترجع بتنقم بذات الطريقه وبيتركب عليها هيدا حتى ترجع على حتى ترجع نقدر مزبوط. بدها تفوت او ما بركي بالعكس لا يا حيي بس ما انا مني كثير اوكي. كثير سهله هاي وكثير براتيك ومش بس هيك كثير صحيه. يعني حتى على الاراضي الباركي البلاط السجاد بيشفط مش بس الغبره، كل شيء فيه ايكولاي سالمونيلا كل الجيرمز يلي نحن هول اللي بيسخنوا وبيسمموا بلا ما نعرف. هيدي كيف بيحصلوا عليها؟ هيدي بيحصلوا عليها عبر التليفون، ارقام التليفونات يلي مبينه هون هلا على الشاشه وعلى السايت بيطلبوها كمان حقها $140 واصله لعندهم على البيت. هلا الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو الليم اونغ يلي هن مبارد معمولين من زاز. نحن بنعرف غاده انه كثير ايام بنستعمل المبارد الخشب يلي اوقات بيكونوا كثير او حديد بيكونوا كثير قاسيين او قوية، وياما ايام بردين ضفيرنا وبعدين نرجع نلاحظ انه تكسروا او اوقات بيقلش الضفر لانه بيكون المبرد كثير قوي علينا. انعملوا هول شغل فرنسا معمولين من ازاز لانه الازاز تمبرد جلاس هو كثير بحافظ على الضفر، وبنقفره وقتها بنبرده ببين كثير ناعم سموز، يعني ولا بيعود يعلق بالقرانه محل او بيفسخ او شيء. كثير من بعد الدراسات بين انه الضفير كثير ترايا، بدنا نعملهم بكثير لطف عن جد لانه كثير بتكسروا من ورا الاشياء اللي بنستعملهم بلا ما نعرف انهم بيضروا. اوكي هلا الحلو فيها كمان انه فيها ضوء، هلا ما بعرف اذا على الكاميرا الضوء كثير قوي هون بيدوي بدها تبين، بعتقد الفرق الصغير اذا حطيناها بيبين بركي. طفيها ورجعي ضويها وهلا ضويتها يعني بالعتمه وقت الضوء منه كثير قوي مثل هلا بيبينوا. هيدا بدنا ننتبه عليه كمان. هلا هو معمول حلو فيه انه شوي سميك، يعني حتى لو وقع من ايدنا ما رح دغري هلا وقعته مثلا استنظرت انه ينكسر متى، بس لانه معمول من ازاز بدنا ننتبه عليه. والحلو فيه كمان انه بوزه منه كثير مروس، يعني فينا نحطه بالساك معنا نخليه معنا بلا ما يجرحنا اذا قاعدين عم نبرحج بالجزدان. هيدا السيت بيجي فيه لونين فوشا واورانج، حقه $29 اوكي بضاين. يعني هيدا للعمر، هيدا للعمر، يعني هوليك بينبروا منكبهم بيطقوا بينكسروا منكبهم، هولي بيجي فيهم اثنين وما منعود يعني الا اذا وقعت وشبقليه يعني اوكي راح غير هيك راح يضاين اكثر. مزبوط وبعدين هيدا بيتنظف بيتصوبن بمي فاتره مع صابون وبيرجع نظيف وريدي تو يوز. المي وهيك ما بتاثر على الضوء؟ ما بدنا نغطسه بالمي، بس محل ما بردنا نقطه مي وصابون. ثالث ايتم بدنا نحكي عنه يلي هو الاي رول اون. هيدا كثير ايام منوعه منفخين عيوننا او مسودين او منحسهم حمر تعبانين. هيدا الاي رول اون معمول من كافيين،
يعني بعض الدراسات بينوا ان الكافيين كثير بيفيد العيون وبخفف التنفيخ مزبوط والسواد. معمول كمان من زيت زيتون، وهيدا الزيت بخلي من بعد ما نستعمله بضلك حاسه انه شوي مرتب رطب منه ناشف ومجعلك. وفيه فيتامينز بي واي، هول كلهم الكومبينيشن تبعهم كثير بيروق التنفيخ والحمار والمنحسهم التعبيق يلي تحت العيون. هلا كيف بدنا نستعمله؟ في له هيدا الراس اللي معمول من حديد، بنستعمله بطريقه سيركلر، يعني بنبرم تحت العيون وفوق بطريقه انه كانه عم نمشي الدوره الدمويه، مساج صغير يعني للعين مزبوط، لانه وقتها بيصير في بلاد سيركيليشن مزبوط بخفف هالتنفيخ وهالسواد. واصلا اوتوماتيكلي انت عم بتحطي منه بتحسي خي بورتي، لانه الحديد مع الكريم يلي جوا بيعطيك بيريحك مسقع، لانه بيعطي هالشعور هيدا واحد انه بيرتاح. Exactly. يستعمل يوميا مرتين بالنهار، بس بدنا نكون منظفين وجهنا مزبوط، مغسلين العيون، بننشف مزبوط، وبعدين وي ابلايت على بكره وعشيه. واكيد ببين ريزلت على السريع، لانه انا مثلا صار لي فتره عيوني منفخين من تحت كثير حسيته نفع. ومعمول شغل هولندا وكله على بلانت اكستراكت، يعني ما في شيء سنتاتيك او من هول اللي بيعملوا الرجيز او شيء، كله طبيعي. هيدا حقه $24، ومثل ما قلت المشاهدين بيقدروا يطلبوا كل الايتمز هول اللي حكينا عنهم على التليفونات المبينه تحت الشاشه وعلى الويب سايت يلي كمان بيقدروا يطلبون اونلاين. انا بس بعد سؤال مشان الايرول اون، ايرول اون بعدين الواحد بيقدر يعمل ميك اب عادي ما في اي مشكله، ما بيضل لا بس كرمال يشرب تستفيد منه اتليست حطيه نص ساعه قبل الميك اب حتى مثل اي كريم عادي بعدين محب بيتصرف بشكل مزبوط مزبوط حتى ما تروح الافيه تبعه، عرفتي؟ وغير عن هيك ما بيقعد يبين ابدا وكثير بيغذي. حتى كثير اوقات اذا بتحسي في اوقات مثلا قاعده بدخنه زياده بشي سهره او شيء بتوعي على بكره بتحسي، فيك تستعمليه حتى 3 مرات بالنهار اذا قاعده بالبيت وما عندك شيء. اكيد. ميرسي لك. ميرسي لك. بنلتقي فيك الاسبوع المقبل، بريك صغير من بعدها بنكون مع بقيه فقراتنا لليوم.